سيستمر حتى خط النهاية بالفرح والفوز والناموس. دائما نستقبل كل الأخوة الفائزين وبالنواميس حيث يتقدمون مباشرين العمل دائما للحصول على المراكز الأولى في اختيارهم لمنافسات المرموم في صباح هذا اليوم. ينطلق هذا الشوط السابع عشر مشاهدين الكرام، لكنه يحمل العديد من التحديات والعديد من المنافسات من الأبكار في هذا الملتقى. والمركز الأول بداية إلى الصدارة، وتأتي هنا بغداد سلطان بن عبد الله بن سالم الحسني من يتمركز على أول المنطلقين وأول الحاصدين لناموس هذا الشوط. المركز الثاني ها هي مشاهدين الأعزاء اليازي غانم بن محسن الفلاح الهاجري يحتل المركز الأول بينما أو المركز الثاني. أما المركز الثالث هناك تقدمت جمهرة غانم بن سالم بن سيف القنوبي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الآن العاصفة عبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي في المركز الرابع. المركز الخامس وصلت شاينية سعيد بن سالم بن سعيد اليربوعي. المركز السادس شوق سعيد بن غصاب بن مصبح العامري. المركز السابع هناك تسلل من وسط الميدان وشعار بن كاسب سالم بن سعيد بن كاسب المسافري يقدم لنا حشمة في المركز السابع. المركز الثامن عبيد بن سلطان بن مرخان الاشتبي. والمركز الثامن من الجانب الآخر. أما المركز التاسع نسير إلى جواهر عمير بن سيد بن قنزول الشامسي. والمركز العاشر في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء اللي وصلت حاملة رقم سبعة غزوة علي بن سعيد بن خميس الحربي يتواجد على المركز العاشر. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان مسار الشوط، هكذا كانت الانطلاقة. لكن نعود إلى العشر المراكز الأولى، نعود إلى مسار الشوط، ونعود إلى لك يا الغانم بن محسن الزايد الهاجري مع اليازي لا زال متمركزا. بينما المركز الثاني من الجانب الآخر هناك يحمل كذلك لواء التحدي والمنافسة في المركز الثاني. المركز الثاني هذه اللي وصلت بغداد سلطان بن عبد الله بن سعيد اللي يحتل المركز الثاني. والمركز الثالث حشمه سالم بن سعيد بن كاسب المسافري. اما المركز الرابع ها هي غاليه جابر بن سعيد بن خضاره المحرمي. والمركز الخامس نصل مشاهدين الاعزاء الى مغثه مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي. المركز السادس هذه اللي وصلت، هذه اللي حضرت جمهره غانم بن سلطان بن سيف القنوبي يحتل المركز السادس. والمركز السابع ها هي شوق سعيد بن غصاب راعي الطيره العامري. المركز الثامن وصول من زعامه محمود بن خليفه الدرعي يحتل المركز الثامن. والمركز التاسع اسماء جديده. والمركز العاشر الحربي يصل مع غزوه علي بن سعيد بن خميس الحربي. بينما التاسع بيت بن سلطان بن مرخان. هكذا ايها الحبل الكريم كانت النتيجه، هكذا المسار، هكذا التحدي، انطلاقات هذا الشوط. لكن أعود إلى البداية مسيطرا ومتابعا لمجريات الشوط. المركز الأول هل يضيف النقطة الثانية؟ هذا الشعار، هذا الشعار يبغي النقطة الثانية، يبغي المسار الثاني. وها هي مشاهدين الأعزاء اليازي غانم بن محسن الزايد الهاجري لا زال على المركز الأول متقدما ومتصدرا ومنافسا للجميع إلى المركز الأول. لكن اللي وصلت، غاية، والغاية هي المركز الأول. غاية جابر بن سعيد بن خضارة المحرمي هذا المركز الثاني. وهناك سعيد بن غصاب راعي الطيرة في المركز الثالث مع شوق، ولكن خلاص راحت اليازي، راح هذا الشعار يهدي السلام والتحية لأهالي المملكة. من جديد مشاهدين الأعزاء في انطلاقاتي هذا الصباح سعيد بن هديبان المري في عملية التضمير، لكنه انطلق، لكنه تقدم، مع اليازي، انتزعت المركز الأول رغم محاولات الآخرين، إلا أن اليازي هنا تفوقت في ناموس هذا الشوط بالمركز الأول. تهانينا والناموس لغانم بن محسن الزايد الهاجري. المركز الثاني سعيد بن غصاب راعي الطيرة العامري. المركز الثالث هناك مشاهدي الأعزاء جابر بن سعيد بن خضارة المحرمي. والمركز الرابع وصلت من خلاله بغداد سلطان بن عبد الله بن سالم الحسني. المركز الخامس احترام مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي.
هو مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني لمجريات شوطنا الماضي الذي انتزعته الجازي للسيد غانم بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري. تهانينا والناموس والسلام لأهالي المملكة وشكرا يا سعيد يا بن هديبان يا المري على المتابعة. 4 دقائق 39 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية والتوقيت الزمني لها. أما المركز الثاني فكان من نصيب شوق لسعيد بن غصاب بن مصبح راع الطيرة العامري من أتت على المركز الثاني ب4 دقائق 41 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية وكانت غاية في المركز الثالث الجابر بن سعيد بن خضارة المحرمي. تهانينا لو الناموس قاطع المسافة في 4 دقائق 42 ثانية 1/1 من الثانية هو التوقيت الزمني.